أعزائي المستمعين، ماذا تعرفون عن سهم أبولو؟ وما هي علاقة أبولو بوباء كورونا؟ ثم ما هي علاقة هذا كله بأحدث كتاب صدر في أمريكا للكاتب نيكولاس كريستاكس؟ سوف نتعرف على أهم ما جاء في هذا الكتاب من خلال هذه الحلقة من بودكاست هل يعود العالم كما كان؟ سأكون معكم أنا نوال مصطفى على منصة الناس دوت نت. أيهما أكثر فتكاً، الجوع أم كورونا؟ فيروس كورونا حديث الساعة. كورونا يواصل انتشاره عالمياً وأعلى حصيلة للوفيات في إيطاليا. إذن شبح كورونا ما زال يفتك بالاقتصاد العالمي ويهدده بمزيد من الخسائر. بدأت أخبار فيروس كورونا تتوالى في العالم العربي شرقه وغربه. يفقد مئات الآلاف وظائفهم وأعمالهم حول العالم يومياً بسبب انتشار فيروس كورونا. قصة أقرب إلى فيلم مصور عن نهاية العالم منها إلى وراء. تناولت العديد من الصحف والمواقع الإخبارية على مستوى العالم هذا الكتاب بالعرض والتحليل واهتمت بمحتواه، ربما بسبب عنوانه الجذاب سهم أبولو، التأثير العميق والمستمر لفيروس كورونا على الحياة التي نعيشها. لكن السبب الأهم هو أن الكاتب اختار موضوع الساعة الذي يقلق العالم أجمع ليحلل أبعاده الاقتصادية والنفسية والاجتماعية ويعرض رؤيته لتداعيات أو توابع كورونا إذا جاز التعبير. أما أبولو فهو في الأسطورة الإغريقية إله الشمس، الرماية، الشعر، النبوءة، إله الوباء والشفاء. يتم نقل نبوءاته والإجابة عن الأسئلة بواسطة الكاهنة بيثيا. الوفيات المفاجئة ليست مستبعدة حيثما حل. يقول الكاتب: حتى عندما يعود العالم إلى طبيعته، فإن إرث كورونا سوف يستمر معنا في العديد من نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. يقول أيضاً: حتى لو ظهر اللقاح الفعال لكورونا، فإن عدداً كبيراً من سكان العالم سوف يستمر في ارتداء الأقنعة وتجنب الأماكن المزدحمة، وسوف يقللون بقدر الإمكان من السفر، وسوف يستمر ذلك حتى عام 2022، هذا على المدى القريب. يرى الكاتب أيضاً أن اكتشاف لقاح الوقاية من كورونا لن يمثل مخرجاً مبكراً من الأزمة الحالية، فالاكتشاف هو مجرد الخطوة الأولى، وسوف يأتي بعدها خطوة التصنيع ثم التوزيع، والأهم من ذلك قبول عدد كبير من الناس في جميع أنحاء العالم استخدام اللقاح، وهو أمر لم يختبر بعد. مسألة الشكوك حول السلامة أو الآثار الجانبية للقاح رغم أهميته في حماية البشر الذين لم يصابوا بالفيروس بعد. يقول الكاتب أيضاً أن الكثيرون في العالم يتحدثون عن مناعة القطيع، أي وصول مستوى العدوى إلى 40% من عدد السكان. يقول البعض أن ذلك سوف يكون له تأثيراً كبيراً على المناعة والحد من انتشار العدوى في المستقبل، ولكن لن يتم الوصول إلى تلك النقطة قبل عام 2022 في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية. يرى الدكتور نيكولاس كريستاكس أن العالم سوف يعيش من عام 2022 حتى عام 2024 مرحلة التعافي من الصدمة الطبية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية الشاملة للوباء، وهو ما يطلق عليه المرحلة الوسطى. ستكون هناك آثار نفسية وعقلية طويلة المدى بالنسبة للأشخاص الذين فقدوا أحبابهم أو وظائفهم نتيجة الوباء. ويرى المؤلف أن مرحلة ما بعد كورونا سوف تبدأ عام 2024، لكن العديد من الممارسات التي ارتبطت بكورونا سوف تستمر بعد 2024. الركود الاقتصادي. يتوقع الكاتب أن تستمر حالة الركود الاقتصادي العالمي الذي ارتبط بكورونا إلى سنوات عديدة في المستقبل، نتيجة استمرار الطلب المنخفض على السلع وصعوبة العودة
لاستئناف الأنشطة الاقتصادية المعتادة والسابقة للوباء. أما فيما يتعلق بالأجازات المرضية للعمال والموظفين، فيتوقع الكاتب أنه سيكون هناك تسامح أكبر معها والسماح بها مع استمرار الأجر لفترات أطول خوفاً من العودة المبكرة للمريض وما قد يترتب عليها من انتشار الوباء محتمل، ومن المتوقع أن يستمر ذلك حتى بعد انحسار الفيروس. كذلك سوف يستمر التحول المتعلق بالعمل من المنزل بدلاً من المكتب في الكثير من الوظائف، وسوف تتسارع الاتجاهات نحو استخدام التكنولوجيا الرقمية في العمل والتعليم وغيرها من الأنشطة التي ارتبطت بظهور الوباء، وسوف تستمر بعد زواله. يذكر الكاتب أيضاً أن أحد تأثيرات كورونا الممتدة هي أن المجتمعات سوف تتعامل مع العلماء والمعلومات بصورة أكثر جدية، وسوف يتم دمجهم بشكل أكبر في دوائر صنع القرار. كان هذا أعزائي المستمعين هو أهم ما جاء في الكتاب الأمريكي الذي صدر حديثاً واهتم به العالم. إلى اللقاء أصدقائي المستمعين في حلقة قادمة من بودكاست هل يعود العالم كما كان، على منصة الناس دوت نت ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام، ساوند كلاود، وفي انتظار تعليقاتكم وآرائكم. إلى اللقاء.